افضل طاقم تحكيم في الجوله 31. هنشوف هنا معانا لو معانا طلعونا الافضل يا شباب، افضل يا جماعه، افضل حكم ميدان. نشوف الصوره هتطلع دلوقتي، هو احمد الغندور عنده حالتين في هذه المباراه، الحالتين هو وحكم الفار. احمد الغندور النهارده هو انا افضل حكم، احمد الغندور قرارات بس هو يعني ما يكشرش. ماشي يا احمد، هو هنا بيبتسم. نشوف هنا افضل حكم مساعد في الجوله 31 هيطلع معانا. نشوف افضل حكم مساعد عندنا، ما عندناش هو ده افضل يعني. طيب أفضل يعني عندنا بقى كابتن، هنا عندنا شريف عبد الله موجود كان افضل حكم، عندنا كمان خالد رمضان كان كويس، عندنا يعني اكتر من حكم كان في الجوله دي، كان محمد حنف كان حكم كويس، كان احمد جمال، محمد عباس مايو، حسام عزب حجاج، محمد الشناوي حكم الفار كان هنا الافضل. دي كل النهارده ايجابي، نتمنى التوفيق للجنة الحكام والحكام ان شاء الله، ومش هنرجع للخلف يا كابتن هاني ان شاء الله معاك. احنا سعداء بوجودك معانا، بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس، وكل ان شاء الله التوفيق لفريقنا النادي الاهلي. يوم الاحد باذن الله يرجعوا ابطال معاهم الكاس ال11 من كاس افريقيا باذن الله، كل التوفيق. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله اشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.